يا هلا بالشباب، عندنا لكم مقطع جديد. اليوم عندنا مقطع مختلف، لا هو جيم ولا هو استعراض. المقطع يا طويل العمر شرح كيف تنزل لعبة الحياة الواقعية وجرانت وتنزل برنامج الفايف ام. طبعا كنا ننزلها بطريقة عن طريق الستيم، لكن حاليا ما حصلنا اللعبة في الستيم، اتوقع حذفوها من الستيم ومن الابك بعد نفس الشيء. المهم ما بنطول عليكم، زبدة الموضوع، ترى لعبة الجراند بمبلغ تشتري انت عن طريق الفيزا او اي طرق ثانية للدفع. المهم بشيلكم شرح ان شاء الله، وان شاء الله انكم تستفيدون من الشرح وتطبقون الشرح كامل، لان كثرة الاسئلة على كيف تحمل اللعبة هذه. الحين بنحملها ان شاء الله من الموقع الرسمي، ويلا خليكم مع المقطع ان شاء الله تستفيدون من الشرح كامل. اول مرة اشرح طبعا، لا احد يدقق على الملاحظات البسيطة. يلا ليتس جو. اول شيء يا طويل الاعمار تروحون جوجل، تكتبون هذه روكست كار، روكست جيمز. المهم هذا بحط لكم الكلمات تحت في الوصف، تدخل هني بعدين تدق على هذه، تحط على داونلود، داونلود ناو، بتفتحلك صفحة جديدة، تحصل على اليمين هني داونلود، هذه داونلود فور ويندوز. المهم تسوي له داونلود، تحط له في المكان المناسب وتسوي له سيف. خلص التحميل نفتح الملف هذا، خلص معانا. نفتح اللعبة، هذه مو باللعبة، هذه تقريبا واجهة البرنامج او واجهة الجراند. تحط له السماعة، ونعم طبعا ما في الا انجليزي. كونكت كونكت، طبعا تحط القرص المناسب، انا احطه في الدي دائما. الالعاب عندي في الدي، وين الدي؟ هذا هو. بعدين جيم، موافق، بعدين كونكت، تنتظر بس يخلص التحميل. فتحت معنا هاي الواجهة. طبعا ما عندك اكاونت، اذا كان عندك اكاونت خلاص سجل دخولك بالاكاونت، بس انا الحين بعتبر روحي ما عندي اكاونت في اللعبة هذي. تحط لها اكاونت جديد، تدق على هذي، بعدين نكست، تعبي البيانات. المهم بعبي البيانات كاملة وبرجع لكم. المهم يا شباب، بعد ما تعبوا البيانات لا تنسون هذا اللي هو النيم، هذا بيكون اسمك في اللعبة. نحط لك اسم معين، تقدر تغيره بعدين. هنا يقول لي لين من 6 حرف الى 16، انا بزيد اس. وتاريخ الميلاد او حاول تكون اكثر من 18، لان يمكن ما ينزل عندك البرنامج مال اللعبة. قد ما تقدر تحط العمر فوق، بعدين نكست، بعدين كونتينيو. نفس طبق نفس الخطوات، يقول انه بيطرش لي ايميل. اوكي نروح الايميل، في تفعيل اتوقع. المهم هذا الايميل، شوفوا في رسالة وصلتني اللي هو التفعيل، تفعيل الاكونت. دق على هذه عشان يتفعل عندك الاكونت. خلاص الحين عندك شغال 100%. نرجع للبرنامج، شفت اشتغل خلاص. عادي عادي كنسل. المهم يا شباب، الحين نزلنا واجهة البرنامج بشكل سليم 100%، باقي الحين نشتري اللعبة. طريقة شراء اللعبة بخبركم اياها الحين عن طريق موقع، ناخذ منه الكود وندخله في البرنامج اللي هو واجهة البرنامج هذه، بخبركم اول باول. المهم يا شباب، بعد ما سجلت دخولي هني في البرنامج هذا، تروح موقع اللي هو G2A، هذا هو بحطكم اياه في الوصف ان شاء الله هذا الموقع، وتكتبون في السيرش او في البحث روكستر GTA. المهم هذه هي، تسوي بحث
انتظر دقيقة بس لما يفتح عندي. فتح معنا، تختار هذه أول واحدة. تقريبا سعرها قبل ما ناخذها بتشوفون سعرها بالدرهم، تقريبا 54 درهم. حلو. تحط شراء الآن أو باي بي بي. تحط ايميلك، اهم شيء الايميل يكون شغال 100%، لانه بيوصلك كود التفعيل عليه. حط علامة صح هذه. المهم فتح معانا الموقع. تقدر تاخذها بالكارد، تقال هذه بعدين هذه، وين تحط البيانات اللي هو البطاقة، تحط شراء اللي هو continue. المهم بعد ما تشتريها بيوصلك مسج على الايميل او كود، تاخذ الكود تدق على هذه في البرنامج، بعدين هني، بعدين تحط الكود اللي يوصلك هني، اي كود، المهم الكود اللي بيوصلك في الايميل، بعدين تاخذها وتشتريها، بتصير عندك هي موجودة في البرنامج هذا. هذه اول خطوة خلصنا منها. بعدين بعد ما تخلص تروح اللي هو جوجل، تكتب 5M، نحطكم في الوصف موقع رابط 5M، هذا اللي يدخلك على السيرفرات. طبعا احنا نزلنا اللعبة خلاص، بس في برنامج ثاني تدخل منه على السيرفرات اللي هو الـ5M، تسوي له داونلود. بعد ما تسوي داونلود بيطلع عندك بالشكل هذا. هذا هو. المهم تدخل عليه، انتظر دقيقة بس لين ما يفتح. الحين فتح عندي، دق ستارت بعدين بلاي، وتكتب اسم السيرفر اللي تبي تلعب فيه هنا. المهم تكتب اسم السيرفر هني زي ما قلنا لكم. طبعا انا ادخل سيرفر مرعب دائما وابدا، تحط كونكت تدخل السيرفر. في سيرفرات وايد ترى، إذا حابب تدخل سيرفرات ثانية موجودة، تحط علامة صح على دولة الإمارات تحصل سيرفرات. في سيرفرات بعد السعودية، تحط صح تطلع لك. تشوفون سيرفرات وايد، بس دايما وأبدا إن شاء الله إني ما أدخل ملعب. هذا مرحبا بكم في السيرفر. المهم في نهاية المقطع لا تنسوا الاشتراك والكومنت واللايك في القناة. نرحب بالجميع في القناة، وإن شاء الله أنكم استفدتم من الشرح، أول مرة طبعا أشرح. على العموم أي استفسارات واصلوني في السناب شات أو في الديسكورد، ومرحبا بالجميع.